استشهاد وجرح عدد من المواطنين في غارات عدوانية على عدد من محافظات الجمهورية. إحباط محاولة لجيش العدو لاستعادة السيطرة على مواقع في الكوبا بجيزان. عودة الحياة الطبيعية إلى الجدعان بمأرب وتطهير العدين في إبم مرتزقة العدوان. هيوم رايت واتش تحالف العدوان العسكري الذي تقوده السعودية على بلادنا يستخدم صواريخ عنقودية محرمة دوليا. ارتفاع جرائم العدوان السعودي على الأسواق الشعبية إلى أكثر من 200 جريمة.